اسم عادل كرباني. عم العطال موجودة في الشتاء اللي بتوديها العربيات معظمها، تمام، اللي هي مشكلة بطارية بتحصل على طول دايما باستمرار في الشتاء بالذات مع معظم العربيات، تمام، وبتعمل غيبان دوارة كتير الصبح بدري، في ناس كتيرة بتيجي تشتكي عليها، تمام، بتيجي تشتكي بتقول ان العربيات ما بتدورش الصبح بدري، يعني بحس ان الدوارة فيها سنة تعتيلة. يقول لك الصناعي ده عيب مارش، لا، بطاريات معظمها في الشتاء بسبب البلوكات اللي فيها بتأثر معانا في الشتاء دايما، بتأثر في العربيات كلها وبتبرجل العربية، تمام. وهنتكلم على الأعطال اللي أنت لو مثلا لو مسافر ولازم تعمل تشيك على العربية. التشيك اللي هتعمله، هنعمل تشيك على العربية إزاي؟ إن أنا مسافر دلوقتي، أظبط الزيت بتاع العربية، أظبط الزيت بتاع الفتيس، أظبط المية بتاعة العربية، تمام، زيت الباكم، زيت الفرامل، زيت في كل ده لازم نتشيك عليه قبل ما نسافر لسلامتك، تمام. تاني حاجة، العربيات لازم لما تيجي تدور عربيتك الصبح بدري، في ناس كتيرة تدور عربية بتقول لي طب أنا دورت العربية الصبح بدري بلاقي العربية عالية. عالية ليه العربية؟ العربية فيها سنسور اسمه سنسور سخان، اللي هو بيسخن العربية عشان ما ينفعش أدور العربية وأمشي بيها على الطريق مرة واحدة. لازم أستنى العربية نص ساعة أو مثلا بالظبط 5 دقايق بالكتير، العربية تبرد معايا، معدل الزيت يرفع بتاع العربية. وفي غلط هنا ناس كتيرة بتعمله، لو سمحت اللي يدور عربيته الصبح بدري ويلاقي الموتور عالي معاه ما ينفعش يزود بنزين مرة واحدة. ليه؟ لان في حاجه اسمها في المحرك ترومبه زيت، بتسحب الزيت اللي في كارتيره الزيت تحت يطلع على الميكروفون فوق. انت اثناء ما بتزود التزويده دي بتدي عدد لفات اكتر للمكنه على سرعه ثابته في الارض، يعني ايه؟ يعني العربيه وهي جاريه على الطريق غير وهي واقفه. ناس كتيره بتعمل التزويده ده، اكبر غلط على المحرك. لازم العربيه لما تدور يا جماعه ان انا اسيبها شويه مثلا كبيره قوي 5 دقائق تسخن، هتلاقي الار بي ام بتاع الموتور ظبط نفسه، بدل ما يبقى على 1.5 هينزل معانا ايه؟ هيبقى 1، كده العربيه سخنت ابدا اتحرك بيها. تمام؟ طيب انا دلوقتي ماشي على طريق وفاجئت ان العربيه سخنت مني، مروحه مثلا فصلت وعايز، طب عايز اتصرف، مفيش حد جنبي قريب، تمام؟ هتعمل ايه؟ بيبقى في سنسور طبعا ده بيبقى باين في العربيه، تمام؟ في ناس ايه؟ يا عم تشغل التكييف بتاع العربيه، لو تكييفك شغال في العربيه هتشغله، هيشغل معاك المروحه اوريدي، فالعربيه هتبرد معاك وهتمشي لحد ما توصل لايه؟ للمهندس بتاعك الفني يعمل لك العمل في العربيه. تمام؟ لو انا دلوقتي على الطريق ومثلا شايب الويت شغال اللي هو الانتظار سايبه شغال ومره واحده البطاريه نامت وعايز اخد وصله من حد، في ناس كتيره بتعمل وصلات بطريقه مختلفه. زي ايه؟ يعني قابلنا سواق تاكسي مثلا قال له هديك توصيله، بيروح عامل مفتاحين في بعض من بطاريه لبطاريه. ده اكبر غلط، لان البطاريه لو من البطاريه المفتاح من المفتاح فوت تحت ايده البطاريه هتنفجر، تمام. ده اكبر غلط بيواجه. فانت تعمل حاجه، بتجيب كابلات نظيفه بتخليها في عشانة عربيتك لاي ظرف طارئ، خد من الكابلات توصيله، انما اي حد يعمل توصيله من بطاريه لبطاريه عن طريق مفتاح ده اكبر غلط، ده اكبر غلط بجد، بيعمل انفجار في العربيه في البطاريه. تمام. في ناس كتيره بتجيني العربيه عطلانه على الطريق بيقول لي يا فندم العربيه فيها بنزين، اقول له طب انت عرفت ازاي؟ يقول لي المؤشر قدامي. تمام. اقول له يا فندم المؤشر ده بيشغله حاجه اسمها عوامه، العوامه دي ساعات بتهيس، لان البنزين بتاعنا طبعا الطرمبات اللي موجوده في مصر بتبقى البنزين بتاعها معظمه فيه ميه لانه بتحت تحت الارض، تمام، الطرمبات بيبقى فيها ترطيب، الميه دي بتاثر على العوامه، بيديك ان العربيه فيها ربع التانك وانت مقتنع تماما ان العربيه فيها ربع التانك وهي للاسف فاضيه بنزين. طب اعرف ازاي؟ بدور العربيه لما بيعمل معايا عبيل بنزين، لو دورت العربيه هتلاقي العربيه راحت دايره معاك في اول دوره راحت مبطله تاني، اعرف تماما ان ده عيب بنزين، ماليش دعوه بالمؤشر، المؤشر كده بيخدعك، هتحط بنزين لعربيتك وهتلاقي الدنيا تمام مشيت معاك. طيب انا دلوقتي مسافر على طريق والعربيه معايا مظبوطه والحراره معايا يعني الحراره بتعدي النص غير المعدل الطبيعي بتاع العربيه، تمام، والعربيه طبيعيه جدا ولا بتسخن معايا، بس المؤشر هو اللي ايه اللي رافع، هقول لك ده بيبقى عيوب ايه؟ ليه كذا عيب؟ عيب ان تفرت العربيه بقى فيها اسلاك مملحه كتير، تمام، بتحتاج تتنضف. عيب ان محتاج ان العربيه محتاجه ارضي، ارضي زياده للعربيه يظبط معايا. العيوب دي بتحصل معايا كتير وقابلتني كذا عيب في كذا عربيه، وجه حد اشتكى منها في البي واي دي والفيرنا في دخلة الصيف. طيب انت عندك صيف وشتاء، في ظبطتين في العربيه لازم تعملهم لاي حد راكب عربيه. بعمل ايه؟ التكيهات دي، عمود تكيهات العربيه ده بالنسبه للعربيه فيها تكيهات، والعربيات الفيرنا والهونداي معظمها فيها حاجه اسمها كوست بان، الكوست بان ده زيه زي التكيهات بالظبط، بالظبط صيف وشتاء. وفي معلومه خاطئه ناس كتيره بتعملها، ان هو بيروح للصنايع بتاعه اللي هو سوري اللي هو الميكانيكي بتاعه او المهندس بتاعه بيقول له اظبط التكيهات. لا يا فندم، برجح لحضرتك اللي ظبط التكيهات لازما ده لناس معينه مخصصه بظبط التكيهات،
ظبط التكات. في ناس بتقول لك انا بدور وبمشي، لا لازم يا فندم ظبط تكات صيف وشتاء، لازم الظبطه بتبقى ظابطه في الصيف وظابطه في الشتاء. ده للعربيه. في ناس كتيره بتيجي تقول لك العربيه عندي بتسخن وميتها مظبوطه والمروحه شغاله وكله تمام. اقول لك تمام، وبتقول لي بوصل مع الصنايعي ان هو يبص على العيب اللي في العربيه، ما بيجيش يعف العربيه، بيقول لي كل حاجه مظبوطه. بروح للصنايعي الاقي المروحه شغاله، بروح لبتاع اللاتين يقول لي ميتها مظبوطه، بروح للميكانيك يقول لي العربيه مظبوطه. اقول لك لا، اللي بيسخن العربيه يا فندم معاك وكل اوامر التبريد ما عندك مظبوطه، اللي بيسخن العربيه حاجه واحده بس في العربيه، ايه هي؟ عمود التكيف بتاع العربيه لو مش مظبوط. ليه؟ لان معظم الناس بتغفل عنها. بتغفل عنها ازاي؟ لا ما بيظبطهاش. لا يا فندم، الميكانيكي لما يقول لك انا هظبط لك التكيات قول له لا سوري، سيب لي التكيات زي ما هي، في ناس مخصصه لظبط التكيات والكوستمانات، دي بتبقى ضغط زيت. طيب في معظم العربيات الفيرنا بتجي له هونداي بيقول لي انا سامع صوت تكتكه والعربيه دايره وساعات يروح وساعات يجي. هقول لك التكيات دي بتعمل معاك ايه؟ التكيات المفتوحه تعمل معاك رنه، دي تظهر معاك في التكيات المفتوحه. طب انا عندي كوستمانات، بيبقى في كوستمان عندك ضعيف، ضغط الزيت فيه ضعيف بيخلي الكوستمان يعمل معاك رنه. ده بتعالجه ازاي؟ لو مش عايز تغير كوستمان بيبقى عندك حل واحد من الاثنين بتعمله، يا اما تغير الكوستمان يا اما بتحط زيت تقيل. لما بتيجي تغير زيت المحرك بتاعك بتحط له زيت تقيل عشان الكوستمان دي تملى مره مع الثانيه الصوت بيتمنع. تمام؟ ده بالنسبه لايه؟ العربيات اللي هي الكول والكلام ده كله. هنتكلم على اعطال ثانيه، اعطال ثانيه زي ايه مثلا؟ انا دلوقتي مسافر على الطريق والعربيه مثلا ايه بطلت مني، بطلت مني. طب انا دلوقتي ما فيش حد جنبي، طب عاوز اعرف هتصرف ازاي، هعمل ايه؟ طيب في ناس تقول لك طب العربيه دلوقتي لما بطل احاول ادورها ازاي؟ هقول لك ازاي. في ناس بتدور العربيه على الطريق وماشيه، طب العربيه قطعت مني كتينه، العربيه قطعت كتينه، طب هعرفها ازاي؟ هقول لك اسبابها ايه. الكتينه لازم تغيرها على الميكانيكي.